افتتحت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سوق واجهة المجاز المائية لدعم المشاريع الوطنية، والذي يقام بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار وتطوير شروق، ويمتد من 8 حتى 11 من فبراير الجاري، وتنطلق فعالياته من الساعة 14 وإلى 11 مساء بمشاركة عدد من رواد الأعمال الوطنية مصحوبة بمجموعة من الفعاليات المتنوعة. ويأتي تنظيم معرض سوق المجاز ضمن أهداف دائرة التنمية الاقتصادية الاستراتيجية لدعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال، ودعم للقطاع المنزلي لتفعيل مساهمة هذين القطاعين في العائد الاقتصادي للإمارة، وإتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين لعرض منتجاتهم ومشاريعهم الواعدة، والترويج لهم للارتقاء بالمستوى التجاري لأنشطتهم.